أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. في الدرس الماضي أنشأنا الروح وصارت تمشي الشخصية تبعيتنا في العالم تبعنا، لكن كانت لما تتصادم مع هذا الصندوق، هذا الصندوق لما تصادم معه بتخسر روح. فالآن لو بدأنا اللعبة لاحظ أنا ما اصطدمتش مع إشي وخسرت روح. طب هاي مشكلة، أنا ما بيناسبني هذا الحكي، أنا بدي اللعبة عادية لما أتصادم مع بس مع الدبابات أخسر، مش وأنا بلعب لعب عادي ألاقي حالي تصادمت وخسرت. طيب شو الحل وشو الطريقة اللي أنا بحل فيها هاي المشكلة؟ خل نبدأ. أول إشي راح أنشئ شخصية إضافية في اللعبة هون تمشي من هذا الجنب وتصير تتصادم مع هذا الصندوق، هي اللي تنشئ هاي الجسور تبعيتنا. إحنا هذا الصندوق موجود عشان ينشئ لنا جسور، فإحنا راح ننشئ شخص مختلف، مو الشخصية تبعيتنا تتصادم مع الصندوق يتم الإنشاء، لا راح نسوي إشي يمشي من هذا الجهة يسوي لنا صناديق. طيب خل نبدأ على طول. أول إشي بدي أعمله باجي على ثيرد بيرسون، بفوت على بلو برينت، بدي أنشئ الشخصية هون، بضغط رايت كليك أو أكتر أو أي شيء، بضغط رايت كليك، بضغط بلو برينت كلاس، بختار أكتر. الآن هذا الأكتر بدي أسميه سبون بريدج أو بي، ممتاز أنا عارف إنه بريدج، ممتاز. بفتح بضغط على أد، بختار من هون كيوب مثلا، بدي هذا الصندوق هو الشخصية تبعيتنا اللي بتنشئ لنا الجسور. طيب كيف بدنا نسوي؟ بنفوت على الايفنت جراف، في الايفنت جراف بدنا اياي هذا الصندوق يصير يمشي مع الشخصية. الان لو انا ضفت هذا الصندوق وحطيته هون في العالم وسويت بلاي، الصندوق هذا مش موجود مع مش قاعد يمشي معنا. ممكن احطه انا هون ولاحظ الصندوق على الارض هون، بدي اياه يصير يتحرك معي. طيب كيف انا راح اعمل الحركة هاي؟ راح اجي هون، اجي على الايفنت جراف، افوت على الايفنت، امسح انا هاي بدي اياها، بدي افوت على الايفنت بيجن بلاي واقول له cast to blueprint underscore third person character، بدي يمشي مع الشخصية، ممتاز. هاي طبعا انا ممكن احط الكاست هذا كله على الايفنت تك، يعني ممكن اجي من هون واعمل cast to blueprint underscore. انا بس بدي اشرح نقطة مهمة جدا، ركز معي في هاي النقطة. الكاست لما تحطه على الايفنت تك هذا امر ثقيل جدا جدا، انا بس بدي اجي كل اللي بدي اسويه اخذ معلومة، فبدل ما انا احطه في الايفنت تك لا حرام انا اثقل اللعبه تبعيتي على الرامات وعلى الدنيا والبروسيسور، لا بعمل كل إشي في الايفنت بين بلاي، بستخرج المعلومه وبعدين بروح على الايفنت تك. طيب باجي من الاوبجكت انا بقول له جيت بلاير بان، ممتاز، بلاير عندك زيرو معناه شغل شخصيه واحده. انا كل هاي اللي عملته بس عشان اضغط رايت كليك هون واقول له برومبت فاريبل، انا بدي هاد، بدي اصير أن يكون عندي فاريبل متغير هون اسحب من جواته البيانات، مش اسحبها كل في الثانيه الواحده 60 مره، بديها مره واحده تكون موجوده، اسوي كاست مره واحده بدل 60 مره كل ثانيه، يعني في 10 ثواني 600 مره ما بيناسبني، بدي مره واحده بس بتكفيني. كومبايل سيف، برجع اسحب هاي مره ثانيه جيت. الان انا بدي اجيب موقع الشخصيه، بس قبل ما اجيب موقع الشخصيه بدي اخلي الصندوق هذا يغير موقعه. كيف؟ بقول له جيت، او بقول عفوا set actor location، set يعني اجعل موقع الشخصية او الاكتور المجسم. بدي اياه ايش يسوي؟ لو انا وصلته هون مع هاي يعني اسحبت هاي بدي اجيب اللوكيشن مباشرة، بقول له get actor location، وصلت هاي هون راح يصير نفس الموقع بالضبط تبع الشخصية. طب انا ما بدي هذا الحكي، بجيب هاي لهون، بفصل هاي وبعمل هاي سبليت، وبعمل هاي سبليت، ممتاز. بدي يمشي في الاكس، ليش؟ لانه في العالم تبعنا، عفوا هون احنا بنمشي في الاكس، طلع هون تحت هذا في الاكس نمشي هيك، ممتاز في الاحمر، ممتاز. الان برجع هون وصلت الاكس. طيب الواي صفر، خلينا نشوف لو تركنا الواي صفر شو راح يصير. بسم الله نبدا، لاحظ الصندوق الان بيمشي معانا مع الشخصية، بحدد الشخصية وين موقعها في الاكس وبروح على طول على موقعها في الاكس. طيب مع هذا لساتنا احنا بنخسر روح، ايش حنسوي؟ حنيجي احنا بدنا نغير الواي، بدنا اياها تيجي في الجنب اليمين تمشي في، بدنا الصندوق يمشي هون، بهذا الاتجاه كانت موجب بهذا الاتجاه كانت سالب، فخلينا نقول له 1700، اتوقع حنزيدها لكن خلينا ناخذ نظره، مهم جدا اخذ نظره عشان تعرف انت شو بتحكي. الان لو اجيت انا هون لاحظ الصندوق انا شايفه الان، انا ما بيناسبني اللاعب يشوف صندوق هيك اشي مجنون بمشي قاعد جنبي، لا. فانا ايش بعمل؟ باجي هون بقول له مثلا
2300. الآن لو بدأت اللعبة مستحيل أنا أشوف الشاشة تبيتي، أشوف بنط قاعد كمان مش قاعد أشوفه. ممتاز، الآن عرفت أنا إنه هو في المنطقة هاي. لو أنا سويت بلاي إجكت حلقاه هون، هي موجود هون. ممتاز. طيب الآن كمان بدي أحرك هذا الصندوق اللي هو نتصادم معه على اليمين لهاي النقطة. كومبايل سيف، نعمل بلاي، أشوف الآن صار الصندوق بتصادم معه، أشوف بدخل من جواته. ممتاز جدا، لكن للأسف الصندوق لما يتصادم مع الكيوب ما بنشئ. ليش؟ لأنه أنا ما برمجت لسه الإنشاء. طب خلينا نفوت على سبون انمي، لا عفوا على ايفنت جراف هون بالضبط، هي هاي المنطقة لما يتصادم المجسم اللي هو هاد، تمام، اللي اسمه او ال نيو بريدج ان اوفرلاب بريدج. باجي انا هون على الايفنت جراف، بدي امسح هاي، هاي ما بديها. احنا كنا نقول له تصادم مع مين؟ مع الشخصية. احنا الان ناشي يتصادم مع الشخصية، ناشي يتصادم مع السبون بي، تمام. باجي بسحب من أدر أكتور وأقول له cast to spawn B، ووصل هاي هون. الآن هيك صار يتصادم مع الصندوق، انحلت مشكلة الهيدز. ممتاز. بلاي، خليني أشوف الآن ما في الصندوق على الجهة اليمين، وأنا بمشي وبخسرش روح وأنا بمشي من جنبه. ولما يمشي الصندوق، خلينا نشوف الصندوق موجود بتصادم. لاحظ الصندوق هسه بده يتصادم، خلينا نشوف راح يجيب جسر جديد. الآن بده يتصادم هاي الصندوق هون، نشوف أنشأ لنا جسر جديد. ممتاز جدا جدا جدا. طيب الآن كمان طالما احنا نسوي هاد، خلينا نستغل الوقت ونسوي نضيف شوية أصوات على اللعبة تبعيتنا. نفتح البلو برينت ونيجي على الإيفنت بيجن بلاي، ولما يصير عندنا الهيلث قلنا بنتصادم بده يتأذى الشخصية. طيب كيف بدنا نطور من هذا الموضوع؟ خلينا نسحب من هون وبدنا نقول له بلاي ساوند 2D. ممتاز، بفتح هاي. خلينا نيجي على الشخصية تبعيتنا باراغون راث، نيجي على الاوديو كيوز، في عندنا هاي الاصوات. الان في عندنا مثلا نسمع هون، هاي اصواته لما يحارب او مش عارف ايش، افورت ديث. تمام، ممتاز، هذا الصوت اللي بنيه افورت ديث. تمام، بدي انا اخذ هذا الصوت نفس الاسم بنسخه وباجي هون وبحطه. هذا بدي اخذ الكيو كله. ممتاز، الان راح الكيو. ايش فكره الكيو؟ لو انت دوست على دبل كليك، لاحظ في عندي مجموعه اصوات انا هون، راح يختار راندوم واحد منهم، شوف راندوم مكتوب هون، ويشغل الصوت ويخرجه. لو انا سويت بلاي كيو اشغل هذا كمان مرة، شغل هاد. ممتاز، الآن لو أنا بدأت اللعبة لاحظ إنه كل مرة راح يأخذ دمج، راح يتأذى الشخصية، راح يطلع صوت. خلينا نشوف، ما فيش أذى لسه، طلع أكل خبطة. طب كمان واحدة، بلش يأكل خبط كل شوي في اللعبة ونسمع أصوات. طيب الآن سوينا ركبنا الصوت وركبنا وزبطنا الهيلث تبعنا، ما يتأثر إلا إذا ما يتأثر إلا بالدبابات، والصندوق هو اللي بنشئ لنا الجسور تبعيتنا. طيب الآن في الفيديو القادم إن شاء الله بنبدأ نعمل موت الشخصية تبعيتنا. يلا في أمان الله، مع السلامة.